ومن أحاديث الفتن أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود أكثر من فتنة وعظمها، فقالوا يا رسول الله إن هذه لمهلكتنا، فقال عليه الصلاة والسلام إن بحسبكم القتل، إن بحسبكم القتل، فالباء زائدة، يعني إن حسبكم القتل. فيريد عليه الصلاة والسلام أن هذه الفتنة لا تقضي على أخراهم، وإنما تقضي على دنياهم فقط، وذلك بزهق أرواحهم.